ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 23. انتهت مساء الاثنين منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز ليدز يونايتد على كريستال بلاس بهدفين دون رد، وشهدت تلك الجولة فوز مانشستر سيتي على ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما خسر أرسنال أمام استون فيلا بهدف نظيف، وتعادل مانشستر يونايتد مع إيفرتون في الجولة نفسها بثلاثة أهداف لمثلها، بينما تخطى تشيلسي نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف، وفاز توتنهام أيضا في الجولة المذكورة على ويست بروميتش ألبيون بهدفين دون رد. والآن مع ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 23: مانشستر سيتي 50 نقطة، مانشستر يونايتد 45 نقطة، ليستر سيتي 43 نقطة، ليفربول 40 نقطة، تشيلسي 39 نقطة، وستنهام 39 نقطة، إيفرتون 37 نقطة، توتنهام 36 نقطة، أستون فيلا 35 نقطة، ليدز يونايتد 32 نقطة، أرسنال 31 نقطة، سوسهامبتون 29 نقطة، كريستال بلاس 29 نقطة، وليفرهامبتون 27 نقطة، برايتون 25 نقطة، نيوكاسل 25 نقطة، بيرنلي 23 نقطة، فولهام 15 نقطة، ويست بروموتش ألبيون 12 نقطة، وفي المركز 20 شيفيلد يونايتد 11 نقطة.